الكاسيت لعب دور مهم جدا في ظهور وانتشار كتير من الفنانين الشعبيين هنا في طنطا، وعلى بعد خطوات من مقام السيد البدوي اتأسست واحدة من أكبر شركات الكاسيت في مصر، الغربية للصوتيات. 6 أشخاص معظمهم تجار قرروا يعملوا شركة، الهدف تسجيل ونسخ القصص الشعبية والسير والمديح من الموالد وإعادة توزيعها على الناس. طريقة التنفيذ إرسال 3-4 شباب للمولد، كل واحد فيهم شايل على كتفه جهاز كاسيت وبيسجل لايف، والنسخة الأفضل هي اللي بتتنسخ على شرايط تانية وتتباع. نجحت الفكرة وبقت فرصة لالتقاط الأصوات الحلوة. من هنا طلع الشيخ طلعت هواش ومحمد العزب وشفيقة وغيرهم. احنا اصلا تجار خردوات، وكنا عندنا بتارين بنبيع فيها خردوات وكده، فناس من عندنا من هنا من طنطا كانوا بدأوا يسجلوا للمشايخ دول في الموالد وكده، ويجوا ايه يطبعهم. مشايخ المديح والقرآن احنا بدأنا حضرتك مديح وقرآن. لكن ايه اللي دخل الخردوات بالانتاج الفني؟ يعني الحاج فخري، ما هو حضرتك احنا خردوات بنشتغل في اي حاجه. فالناس دول تجاره. تجاره. فالناس دول جم عرضوا علينا شرايط متسجله عليها مشايخ. فاحنا الفكره كانت يعني ايه نجرب، ما احنا التاجر بيجرب، بتحط حضرتك بتجيب عينه وبتحطها، لو اتباعت او اشتغلت بتكتر منها وكده. المهم حضرتك الناس دول جم عرضوا علينا الشرايط دي، فخدنا منهم كميات اتباعت كده. المهم الفكره جت من هنا. يعني دي كانت سنه كام يا حاج احمد؟ 72 71 في الحدود دي. يعني بدانا الناس عرضت علينا يعني ايه، قالوا طب ما بدل ما تسجلوا الحفلات في الشوارع يعني وكده ما تسجلوا في الاستوديو. فاحنا طبعا ايه بقينا نروح نحجز في استوديو النهار بتاع الاستاذ محمد نوح ونسجل فيه ونجيب الحاجه، فطبعا ايه بنيجي نعرضها ما بتتباعش، الزبون ودنه رايحه لللايف لللايف اللي تسجل لايف من الحفله مباشره. في روح والشيخ بيقول بقى يعني من جواه والناس بتشجعه وكده، فهو السر نجاحنا في اللايف. نيجي عندنا مكان اجهزه بنحطها عليها، ولو في حاجه خارجه بتاع نشيلها بتعمل لها مونتاج وننزل الحاجات اللي هي المظبوطه. يعني هو كنت بتسجلوا لمين يا حاج وقتها في المرحله الاولى؟ بدانا مع الناس اللي هم المشاهير، طلعت عبد المجود هواش طبعا، الشيخ شرف ده من التمادي من المنوفية، والشيخ محمد عبد الهادي ده كان حاجه جامده جدا من رشيد. زمان كنا بنسجل على اجهزه صغيره كده، ما كانش فيه اجهزه طبع نزلت حضرتك خالص. كنا بنعمل توصيلات، نجيب مثلا 100 تسجيل ونعمل لهم توصيلات نسخ يعملوا متشريط في الساعه. يعني حضرتك ما كانش فيه مكان طبع، احنا بعد كده حضرتك جالنا طبعا مكان كان بيسجل الشريط في 3 دقايق وبتنزلوه في نفس الوقت. بنختبر السوق الاول، لو الشريط ده حسينا ان هو اشتغل وتمام بنكتب الكلام اللي عليه ونقدمه للمصنفات عشان ناخد بيه تصريح وننزله على طول. ما نجحش خلاص، هي الطبعه الاولانيه اللي كده وخلاص. كانت الطبعه وقتها كام شريط مثلا حضرتك؟ يعني احنا كنا بنجرب مثلا ب 1000 شريط ب 2000 شريط. بس دي ارقام برضو كبيره مش صغيره يعني في الوقت ده. كان بس حضرتك اللي كان يعني احنا عندنا كان عندنا قصه اسمها مار ومهران. طبعا لمحمد العزب طبعا، دي حاجه بسم الله ما شاء الله من الحاجات اللي ضربت دي. دي حضرتك كان بيجي لنا من القاهره ومن اسوان ومن الصعيد من كل حته، يجي واحد مثلا يقول لي انا عايز 1000 شريط مار ومهران، ما عنديش ال 1000 شريط، ادي له جزء واقول له تعالى مثلا كمان يوم خد يعني كتوزيع. كتوزيع. بعد كده في شركات كتير فتحت، يعني كل ناس كتير قلدتنا يعني وعملت حاجات زينا بس ما حدش نجح زينا. طب قول لي مين النجوم اللي طلعتهم الشركه؟ كتير حضرتك، كل الشعب من عندنا، كل الشعب اللي نجح من عندنا، لدرجه حضرتك كان في واحد اسمه محمد البنا كان متوفي وكان بيقول قصص كان هو قايلها قبل ما يموت. فاحنا جبناها من ولاده ونزلناها عندنا لان كانت بتطلب مننا. يعني ده انتشر بعد وفاته. انتشر بعد وفاته. كمان عندكم انتوا يعني في من نجوم مثلا مسعد رضوان انتجته؟ لا ده حضرتك ده بعد ما انفصلت. بعد ما انفصلت انا كان ليا سكه تانية، يعني انا كنت شريك مع الحاج سيد الله يرحمه ومع الحاج عبد الرحيم ومع بابا. بس كان ليا حاجه لوحدي، كان عندي قسم توزيع، محل توزيع لوحده والشركه لوحدها، دي حاجه ودي حاجه. لما بدات بقى حضرتك في الانتاج الاغاني بدات بمسعد رضوان، واحد اسمه اسامه الصغير الزقازيق
وشفيقه كانت هنا شفيقه دي كان زميل ليا بيسجل لها، عمل لها مثلا يجي 10 شرايط ما بيبيعوش في السوق يعني، فانا يعني ما حبيتش اعمل لها شغل. فجت في يوم عزمتني على فرح بنت اختها، فانا قاعد بتفرج عليها لقيت حاجه رهيبه، صوت وخامه وحضور والناس هتتجنن عليه. فقعدت بيني وبين نفسي كده يعني استغرب، وكلمت معاها قلت لها انا عايز اعمل لك شغل بس ما يعني ما تتدخليش في يعني يعني انفذ اللي انا عايزه. موافقه؟ قالت لي اه موافقه. كتبنا عقد حضرتك، بدات بقى احط ايدي على الموضوع اللي هو ايه اللي هي اللي ينجحها. زمان عبد الحليم لما كان يعمل حفله فكان حضرتك بيعمل بروفات للحفله، فروحت جاي واخدها وايه وحجز لها في اسكندريه في المسارح في اسكندريه، نعمل بروفات ونجيب الفرقه اللي هو العازف ده يعني ما عجبناش نجيب واحد غيره. المهم حضرتك ايه نعمل بروفات على الشغل الاشريط اللي هنسجله ده مثلا بالشهر والشهر ونص لحد ما تبقوا مقتنعين بيه تماما الشغل طبعا، ونقوم طالعين على الاستوديو زي ما بتشتغل في الشارع نسجله بالظبط. نزلت بقى وفرقت معايا جامد، فرقت مع الناس كتير، كل ناس كتير جدا بتغني اغاني طبعا. حضرتك سعد الصغير خد اغنيه من عندنا اسمها العنب، حتى عد غناها تاني وورد العنب اصلا فرق. مش بتاعته اساسا؟ لا لا مش بتاعته، بتاعت شفيق بتاعتي. كلام ولحن. ازاي بتختار الصوت الحلو؟ يعني انت مثلا بتسمع بتقول ده هينجح ده مش هينجح، ازاي كنت بتختار الاختيارات دي؟ الودن يعني. انا حضرتك مش دارس مزيكا ولا، بس الحمد لله يعني ما راهنتش على حد وما نجحش الحمد لله. مين اللي سمعته من اول مره وقلت الراجل ده هينجح؟ اسامه الصغير ده. حضرتك لو سالت اي حد في بعد الثمانينات كان له اغاني يعني غناها جورج ومغناها ناس كتير جدا، كان يعتبر هو انجح واحد فيه زي اللي تعبنا سنين فيها. خلق شريط الكاسيت مساحه حريه اكبر للغنى في مصر، مساحة بعيدة عن الذوق الرسمي لاختيارات الإذاعة، الشارع فيها هو الحكم لنجاح فنان أو فشله. ومع ظهور ثقافة الفلاشة والإم بي 3 انتهى عصر الكاسيت. ما ركزناش في التقدم اللي بيحصل بره والدنيا بتتغير، ما خدناش بالنا اللي فجأة لقينا نفسنا حاجتنا كلها يعني. حضرتك أنا ما المهنة راحت ببيع الشرايط دلوقتي بالطن. امتى اخر شريط انتجته يا حاج؟ اخر حاجه عملتها عملت شريط لاحمد شيبه في 2006. بعد كده بدات الدنيا خلاص مفيش. لا خلاص راح، ما انا بقول لحضرتك الموضوع راح مننا خالص، وللاسف ما يعني انا بس احتفظت بحاجات باصولاتي ومساطر وحاجتي يعني للذكرى يعني، انما دلوقتي حضرتك مفيش اي حاجه خالص، كله راح يعني. لدرجه ان حضرتك دلوقتي انا عندي حاجات نفسي اسمعها بس مش لاقي كاسيت اسمع عليه، مش لاقي. عندي اجهزه كاسيت كتيره جدا كنت بسمع عليها مش لاقي حد يصلحها. في اغاني كتير جدا مش موجوده ام بي 3 او من تراثنا. انا عندي حضرتك عندي حاجات كتيره جدا ما يعني كنت بسجلها في الحفلات على كاسيت وموجوده على كاسيت، ما تحولتش لحد دلوقتي. لا. كان عندك كام واحد شغال في وقت من الاوقات يا حاج مثلا في الثمانينات مثلا؟ انا حضرتك كان عندي 4 عربيات توزيع اللي هي الفام، وكان عندي فرع في المنصوره وفرع في اسكندريه وفرع في طنطا، كان عندي حوالي مثلا 30 عامل. دلوقتي عندك كام واحد شغال في المكان؟ واحد.